في انطلاقاتنا لهذا الصباح وأيضا الخاصة بسن الكبار ومنافسات الثنايا ضمن هذا المحلي الثامن وثاني الأسابيع. نتابع هذا الانطلاق وهذه المنافسة، هنا نسير مع شوطنا الخامس، نتابع البداية والصدارة ومقدمة الشوط مع مشكورة زايد بن سعيد بن لجبع الخيارين هنا على أول المراكز وعلى الصدارة في هذه اللحظات من تنطلق مع البداية. ثاني الأسماء ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، متابع من الجانب الآخر هناك الانطلاق والقادمة في هذه اللحظات، هناك من الجانب الآخر الاسم الذي ينطلق مع هذه البداية ومع هذه الصدارة. وتابع هناك ثاني الأسماء، هناك رقمة محجوبة لم يتضح إلى هذه اللحظات، هناك مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. وتابع هنا الجازي مبارك بن محمد بن هادي المري هنا مع ثاني المراكز أو ثالث المراكز، ولكن هناك أتابع انطلاقة الشايبة. أتابع هناك الذيبة وناصية مع ثاني المراكز في هذه اللحظات، محمد برتويب بن علي الهاجري هناك مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاق وثالث المراكز. هنا الجازي مبارك بن محمد بن هادي المري، ولكن أتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، هنا القدوم في هذه اللحظات من النود عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي، هنا ايضا تنطلق بدورها وتغير الى ثاني المراكز ورابع الاسماء. هناك الوصول في هذه اللحظات من الجانب الاخر، وصلت ظن هنا انطلقت مع رابع المراكز حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، وخامس الاسماء هنا وصلت هي عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي هنا قادم مع هي، ويتابعها حمد بن مبارك بن ناصر الشهواني هنا مع خامس المراكز. هكذا النتيجة متابعينا الكرام، والنداء الأول للخمس المراكز الأولى، ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى مقدمة الشوط، أشوف أيضا هنا الأسماء والانطلاق مع البداية، ولكن النود على مقدمة الشوط. عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي هنا مع البداية مع الصدارة، يقدم لنا النود هنا مع انطلاقة هذه الشعارات وهذه الأسماء. ثاني المراكز ظن حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، تنطلق ظن مع ثاني المراكز، والثالث الأسماء العنود بريك بن طالب بن فرج بن هادي الغفراني هنا يصل مع هذه الانطلاقة، ورابع الأسماء. وتابع الوصول من بن ظبيان علي بن محمد بن حمد الرزق العجمي هنا مع رابع المراكز، وخامس الأسماء. من الجانب الآخر أتابع الانطلاق، أتابع المنافسة، وهناك قيادة حمد بن ناصر بن شابل المري من تصل قيادة خامسا في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا النداء للخمس المراكز الأولى، منافسات الكبار الثمانية كيلومترات الحاضرة مع هذه الانطلاقات الصباحية، ولكن أعود مع البداية، أعود مع المنافسة، مع الانطلاق، مع التحدي. هناك انطلاق قوي على البداية وعلى الصدارة، من غيرت في هذه اللحظات وانطلقت بدورها إلى مقدمة الشوط العنود. العنود بريك بالطالب بن فرج بن هادي الغفراني هنا مع أول المراكز مع العنود، ولكن الله يا النود، النود بالملازمة هنا مع ثاني المراكز عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي، ولكن الوصول من الشايبة وأول نداء للشايبة هنا من تنطلق إلى ثالث المراكز لهم بسعد بن طالب الفيدة، هنا يقدم لنا الشايبة مع ثالث المراكز ورابع الأسماء.
وصلت ظن مشاهدينا متابعينا الكرام هنا مع رابع المراكز حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، وخامسا وتابع بن ظبيان علي بن محمد بن حمد الرزق العجمي هنا يقدم لنا شعار مع خامس المراكز، وانطلاقته بنت ظبيان اختتم النداء مع بنت ظبيان، ولكن وتابع اسماء وشعارات مع حاند دخولها هنا لعالم الاذاعه، ولكن العوده دائما هناك مع البدايه مع منافسه البدايه والمسار الاول هناك انطلاقه سن الكبار، منافسات قويه نشاهدها ايضا من خلال انطلاقه اول ايامنا في هذا الصباح هنا مع اسبوعنا الثاني لانطلاقات منافسات سن الكبار ضمن هذا المحلي الثامن. مشاهدينا متابعينا الكرام انتصفت المسافة والبداية هناك من غيرت النود على مقدمة الشوط عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي مع النود على مقدمة الشوط، الله من تقود هذه الأسماء، ولكن وتابع العنود في المنافسة هنا مع ثاني المراكز بريك بطالب بن فرج بن هادي الغفراني، وصلت الشايبة انطلقت الشايبة لتشكل لنا هذا الانطلاق الثلاثي على البداية وعلى الصدارة، له بسعد بطالب الفيدة هنا ينطلق مع الشايبة مع أيضا هذه الأسماء مع هذه المنافسة. رابع المراكز هنا ظن أحمد بن سير بن عبد الهادي بن حفار المري، ولكن القادمة قيادة حمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري هنا مع خامس المراكز، ولكن هي من الجانب الآخر قادمة عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي هنا قادم مع هي، الله وصلت هي هنا مع رابع المراكز غيرت وانطلقت بدورها في هذه اللحظات، ركز يا بن مبارك هنا أيضا حمد بن مبارك بن ناصر الشهواني تابعها في هذا الانطلاق، ولكن الأسماء وصلت أيضا في هذه اللحظات مشكورة، زايد مسعيد بن لجبع الخيارين هنا تنطلق بدورها إلى خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا النداء، هكذا المنافسة، هكذا التحدي متابعينا الكرام مع انطلاقات الكبار، منافسات الثمانية كيلومترات، منافسات أيضا قوية، ولكن أعود هناك مع البداية مع مقدمة الشوط من غيرت وانطلقت إلى البداية، الشايبة 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 هناك غيرت على الصدارة على مقدمة الشوط، لهم بسعد بطالب ألف هيدة المري هناك مع انطلاقة الشايبة على البداية وعلى مقدمة الشوط، ولكن النود هنا قادمه مع ثاني المراكز عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي، وهناك ثالث الاسماء هناك العنود مع ثالث المراكز ابريك بطالب بن فرج بن هادي الغفراني، ولكن الهجوم وتشوف هنا الاسماء قادمه لا محاله، هناك هي تنطلق مع هذه اللحظات مع رابع المراكز عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي هنا قادم مع انطلاقته هي، وظن ايضا بدات بالتحرك هنا والانطلاق مع هذه اللحظات حمد بن سير بن عبد الهادي بن حفار المري، ولكن شوف الاسماء شوف الشعارات قادمه في هذه اللحظات، ولكن الله يا البدايه مع الشايبه الى هذه اللحظات، لهم بسعد بن طالب الفيده المري هناك مع انطلاقه الشايبه على مقدمة الشوط، الله يا الشايبة في عز شبابها أيضا تقدم هذا الأداء هناك مع البداية ومع الصدارة، ولكن النود قادمة عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي هنا مع ثاني المراكز، ووصول من العنود أيضا تراقب الموقف هنا مع ثالث المراكز أبريك بن طالب بن فرج بن هادي الغفراني، ولكن الوصول من ظن
ظن قادمه مع هذه اللحظات مع رابع المراكز حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري وقياده هنا مع خامس المراكز حمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. ولكن هي من الجانب الاخر ايضا قادمه في هذه اللحظات تنطلق عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. ولكن اعود مع الشايبه، بدانا بالانطلاق هنا مع هذه اللحظات 1500 متر والشويبه على مقدمه الشوط على الصداره له بسعد بن طالب الفيده هنا مع البدايه. وركز وتابع ايضا الاسماء قادمه، الشعارات قادمه في هذه اللحظات. هناك النود قادمه مع ثاني المراكز عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي هنا مع ثاني الاسماء والنود. ولكن ظن هنا مع هذه اللحظات حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري يصل ووصلت الاسماء. وتابع تحركت العنود بريك بطالب بن فرج بن هادي الغفراني هنا ينطلق مع هذه اللحظات مع رابع المراكز. من الجانب الاخر هي عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. والله الله شوف المنافسه، شوف الاسماء بدات بالاقتراب من بعضها. ولكن الشايبه على مقدمه الشوط الكيلو الاخير. الله يا الشايبه وانطلاقه الشايبه على البدايه وعلى الصداره مع هذه اللحظات لهم بسعد بن طالب الفيده. ركز وتابع ايضا النود قادمه مع ثاني المراكز عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي. الله النود والعنود. وهي هناك من الجانب الاخر وظن بدات بالاقتراب بن ظبيان تصل هنا والانطلاق القوي. ولكن الشايبه على مقدمه الشوط لهم بسعد بن طالب الفيده. الله الشايبه تقدم هذا الاداء، تقدم هذا العطاء هنا مع مقدمه الشوط. ولكن النود الله يا العجمي هنا ينطلق مع النود مع مقدمة الشوط. عبد الله بن مسعود بن محمد الشامري العجمي هنا يقدم شعاره مع انطلاقة النود على البداية على مقدمة الشوط. هنا النود السلام يذهب إلى أهالي المملكة وبالتحديد لأهالي جودة هنا مع هذه اللحظات. تهانينا والناموس لمالك النود عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي على هذا الفوز. ثاني المراكز الشايبة لهم بسعد بن طالب الفيدة. ثالث المراكز الوصول من هي لعبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. ورابع المراكز كان الوصول من العنود بريك بن طالب بن فرج بن هادي الغفراني. وخامسا كان الوصول من قيادة حمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى الفائزة معنا بناموس الشوط الماضي. تهانينا والناموس لمالك النود على هذا الفوز والناموس. نهني أيضا مالك النود. هنا أيضا النود انطلقة قوية مع اللحظات الأخيرة وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 55 ثانية وتسع أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لعبد الله بن مسعود بن محمد العجمي على هذا الفوز. ثاني المراكز الشايبة أتتنا ثانيا وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 57 ثانية وخمس أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لهم بسعد بن طالب الفيدة. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام كان الوصول من هي توقيتها الزمني 13 دقيقة ثانيتين وسبع أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لعبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي.